الوالدة ديالي، مات الوالد نتاعنا هذه 10 سنين، وخلى إن شاء الله تبارك وتعالى عقارات، ولكن رفضت الوالدة رفضا قطعا أن تقتسم تركة زوجها بينها وبين الأولاد كما قسمها الله، ما بغاش هذه 10 سنين. وأنايا اللي ولدها، عندها تبارك الله 3 أولاد وواحد 4 البنات، أنا اللي ولدها، أنا اللي ولدها، أنا مشيت كريت وراني كيخلص الكرية، ولكن خوتي الآخرين يستغلوا هذيك الديار، ومن نجي عند الوالدة نقول لها يا أما الله يجازيك بخير وأنا حقي في با وأنا ضعيف، تنحاز إليهم وتعاملوني والعياذ بالله كأنني لست ولدها. زيد أولادي ما عندك ما تدير، عليك السخط إلى كذا واش راك تدير؟ الله أكبر. قال لك واش كاين شي طريقة باش ندي الحق ديالي ولا لا؟ لا إله إلا الله. أولا غادي نقولوا واحد المجموعة نتاع المعطيات اللي خص الناس يعرفوها في القضية نتاع منين يموت الميت. اسمع الوقت. كاين الماين كاين الولاد. إذا مات الميت فإن الميت بمجرد خروج روحه ليس له أي علاقة بما ترك، فينتقل بخروج روحه كل أملاكه إلى الورثة. كي تخرج روحه ما يسال بود، واسمه يسال، يسال وصية لوصة، يسال تجهيز، يسال تجهيز ديالو الدفن والغسيل والكفن، ويسال الكريديات اللي يسالوا من بعد وصيتني بها أولي، يصالف هذاك الفلوس لا شي كريديات لا شي وصيه، واللي يغسل واللي يكفن واللي يقبر، هذا اللي عنده من هذوك الفلوس اللي خلاه. ولذلك فان هناك عياذا بالله واحد العاده التي لا تمت بصله الى الاسلام، واسمه هي اننا حشومه نقسمو تركه نتاع السيد في هذه 40 يوم ولا بعد، خليه حتى يبرد، خليه حتى يحمى. شنو فيش هذا؟ لا خويا، اخويا يخص، ما عندكش الحق تصرف ذاك المال بطريقتك وبالهوى ديالك. من اللي مات كل واحد من الحيين تاع الورثه راه عطى له ربي حقه، فلا تتدخل لكي تمنع صاحب الحق من حقه ولو كانت الوالده. ونزيد لك، الوالده اذا كانت ممن يصر على ان لا يقتسم هذا وفق تقسيم الله للورثة فهي ظالمة، بل أكثر من ذلك إذا ظلمت زيد ومالت مع جهة ليستفيدوا مما ليس منهم وهي تقف معهم فهي ظالمة، وإذا كانت قاصدة أن تمنع أحدا من الورثة يمنعها الله من حقها في الجنة. هي الماين، هي الماين، هي الماين، هي الماين، أنا ما عندهاش الحق، لا تعاطي المخلوق في معصية الخالق. عيد فيها عيد فيها عيد فيها وما بغاش يا خويا، ان شاء الله تبارك وتعالى المسألة واضحة، هي ما بغاش ما عليناش، اخوتها اخواتها، اوليس فيهم رجل رشيد يوقف معاك ويوقف مع شرع ربي؟ لا، ولكن احنا عندنا في هذا الزمان الناس ولاد الدنيا اللي ينتفع بشي حاجة ما يبغي شيء توقف مع الحق، ما لو كانوا حتى هما رجال ويخافوا الله، الا مهم ما تخافش الله، يوقفوا كلهم ضد هذا الظلم. انصر اخاك ظالما او مظلوما، قالوا ننصره ظالما، فكيف ننصره ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تحجزوا عن الظلم، احجزوا امكم عن الظلم حتى لا تهلك امكم بسببكم وتكونون عاقين لوالدكم. اذا بغيتوا تكونوا برين بالوالدين بالوالده ديالكم امنعوها من الظلم، امنعوها، بصح حتى انتم مشيتوا معاه ما وقف معاه حتى واحد، العائله الاخرى اخوها خالكم عمكم ما كان حتى واحد، عندك الحق تلجأ إلى القضاء على أمك، على أمه. يلا نجيبوها من التالي، ما فيهاش حقوق؟ ما فيهاش حقوق، 10 سنين هذه وأنا نتكلم، والخوت ما بغاوش وأنا ما بغاوش، وأنا محروم من حقي وبا مات، اسمحوا لي نقولها يعني صايبة، ولكن هذا هو اللي كان. إذا لم تجد أي طريقة نتاع الصلح وما بين الخوت والحباب باش يفكوا هالقضية ويوقفوا مع الحق ويعطيوا الموالين الحق حقهم
ورأوا أن هنالك مظلوم وهم يأكلوا، فلا ينبغي أن يوقف مع الظالم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فلقيت هذه لما كان حتى شي وسيلة، فلك أن تقوم إن شاء الله تعالى برفع قضيتك إلى المحكمة ويعطيك الحق نتاعك ديرك. غادي يصيفطك ما غادي دير لا حقوق لا والو، غادي يصيفطوا الخبير يمشيوا عند الديار والباطيمات، يمشيوا عند شحال يقيموهم، يخليو شحال كاين اللي شحال ان شاء الله تعالى خلا خلا الماين ثلث ثومون، والولاد مع البنات ديال الذكرين مثل حظ الانثيين، واللي بغى يشريها انتم انا هو حقي عندي هذا، اللي بغى يشريها هو هذا، وديروا العود والسلام عليكم انتم، ما كاين لا حقوق لا والو. هذا استعمال وسيله شرعيه من اجل استيفاء حقك باش تسلك امك من الظلم، هذه باش تسلك امك من الظلم، اما تخليوها هكذاك الله يحفظه ويستر. السي الميلود راه ياكد لنا على ان هذه ولات عاده مستحكمه في المجتمع، اي ان البين منين يموت البين تقول لهم ما كاش القسيم ما حدنا حيه، ولا جلستي انت 40 عام اخرى ويموتوا كاع الاولاد، كاع الا كانوا اولادها متفاهمين معاها سمعت، وكانت عادله والولاد متفاهمين معها وجالسين في الدار تاع الراجل وكذا وتبارك الله وماشي ما حس ب... لا هذه ما قلناش يا سيدي هذوك حقهم وتصرفوا في الحق نتاعهم كما يريدون، لكن انا كنقول لك في الحاله اللي ناس مستافدين وهي واقفه مع هذو ومجري على الاخر.